ومن أخبار النادي الأهلي نروح لأخبار نادي الزمالك. وبعد انتشار أنباء قوية حول رحيل بعض اللاعبين للفريق بنهاية الموسم وعلى رأسهم البنيني سامسون إكينولا، طلب أوسوريو المدير الفني لنادي الزمالك من اللاعبين عدم الاهتمام عن ما يتردد عن ملف الراحلين من الفريق، وأن كل لاعب هيكون بيستغل مشاركته في المباريات في إثبات أنه جدير بالتواجد في تشكيل الفريق هيكون ليه فرصة. وأكد أوسوريو للاعبين أن الفرصة متاحة أمام الجميع، وأن من يثبت نفسه ويبذل أقصى ما في وسعه في التدريبات هو من يكون ليه دور مع الفريق في الفترة القادمة. كمان حرص المدير الفني لنادي الزمالك على تحفيز اللاعبين ورفع روحهم المعنوية قبل مواجهة بروكسي في دور الـ 32 من بطولة كأس مصر، وهي المباراة المقرر لها غدا الثلاثاء. في ظل عدم حصوله على الفرصة والمشاركة مع الفريق في المباريات الأخيرة، كان في حرص من أوسوريو المدير الفني لنادي الزمالك على عقد جلسة خاصة مع مصطفى الزناري مدافع الفريق، وذلك خلال الساعات القليلة الماضية. وجاءت جلسة أوسوريو مع اللاعب بعد أن شعر أن الزناري مستاء لابتعاده عن المباريات في الفترة اللي فاتت. كمان وجه مدرب نادي الزمالك رسالة للزناري أن الاجتهاد في التدريبات هيكون مهم جدا، وهيكون في تقييم لكل اللاعبين في خلال المباريات القادمة. ونروح لخبر تاني، وده بسبب انتهاء عقده مع نادي الزمالك في نهايه الموسم الحالي. طلبت اداره الكره في نادي الزمالك من اوسوريو سرعه حسم موقف التجديد لحمزه المثلوثي الظهير الايمن للفريق، وجه موقف اداره الكره بسبب المخاوف من ان اللاعب هيكون فري وممكن يوقع لاي فريق اخر خلال الايام المقبله، وبالتالي بيجد النادي نفسه في ازمه في هذا المركز في ظل عدم رضا مسؤولي نادي الزمالك عن اي لاعبين تانيين بيظهروا في هذا المركز في الفترات الاخيره. بيذكر أن الجهاز الفني لنادي الزمالك بيعتمد على المثلوثي في المباريات الأخيرة، وأشاد الجهاز بالجانب الدفاعي للاعب في الفترة الماضية. أدى عمر جابر وعمرو السيسي لاعبا نادي الزمالك تدريبات تأهيلية مختلفة في مران أمس الأحد الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة استعدادا للقاء بروكسي في كأس مصر. وخاض الثنائي تدريبات تأهيلية خاصة في صالة الجيم في النادي، بعدها أدى اللعيبة تدريبات بدنية داخل أرض الملعب على هامش المران. ويسعى الجهاز الطبي بنادي الزمالك لتجهيز اللاعبين من الناحية الطبية والبدنية قبل المشاركة في تدريبات الفريق الجماعية. كل هذا يجعل فرصهم في التواجد في قائمة الفريق لمباراة بروكسي ضعيفة. دخل أحمد ميهوب حارس مرمى غزل المحلة في دائرة اهتمامات مسؤولي نادي الزمالك، وذلك بعد أن تم ترشيح الحارس لمسؤولي الزمالك للتعاقد معه في الفترة المقبلة، ولكن لم يحسم الجهاز الفني لنادي الزمالك موقفه النهائي من اللاعب حتى الآن. وبيسعى كابتن محمد عبد المنصف مدرب حراس المرمى بنادي الزمالك مع حارس مرمى ثالث ليكون بجانب الثنائي محمد عواد ومحمد صبحي حتى لا يعاني النادي من أي أزمة في هذا المركز. يذكر أن محمد صبحي يشارك بشكل أساسي مع الفريق الأبيض في المباريات الماضية قبل أن يستقر الجهاز الفني لمنح الفرصة لمحمد عواد في مباراة بروكسي.